انت ما بتعرفني اه، انت تفكرني صغير، بس انت بتعرف قديش عمري انا؟ انا عمري بدك تقول يعني شي 1900 سنة. ابدا جد عم حكيك، ما كذب. ايه عاد ما شايف، عاد ما لا جد، انا بزمانه عملت رحلة 400 سنة بالبحر. انا جدودك وجدود جدود جدود جدودك كانوا يروحوا معي. انا مرة عطلت معي الباخرة بالبحر، 50 سنة تميت واقف بالبحر، فكلت معي قشري. قشري بالجرانج، جد عم حكيك. كان معي عالم يا لطيف. شلون جبت القشري بنص هالبحر؟ 50 سنة تميت عم افك الجرانج وطبقه، بعد 50 سنة لمشيت. عندي عالم بالباخرة اتجوزت وجابوا اولاد، والاولاد راحوا على الجيش خدموا جيش بالبحر، وانا ما كنت خليص. يا عفو الله. اعراس صارت معي بالباخرة. بالباخرة. مثل التايتانك هاي الباخرة اللي غرقت. بلا تانكنك بلا تانكنك اير الجحر تانكنك اه. كمان هيك ضلوا بالبحر مدري كم سنة. لاك يا اخي انا جد عم حكيك، انا ما متمسخون. واه والله وهني هيك يا اخي. والله شوفير الباخرة هلا بدق لي وبتشكرني. هلا انا بدي الله شغلي. كرمني بعت لي هالحيتان تحت لو مو صحباتي وساعدوني فك هالدلجرانج. الحيتان. ايه. بس ما هون بدي ايه. انا شغلي اعرفها مشان اذا انقطعت انا ورحت على البحر وانقطعت شو بدي اعمل؟ منين بدي اجيب قشرة؟ ايه إشري. انا دبرت حالي حطيت قشرة موزة. يا عفو الله. حطيت قشرة موزة ولحد الان قشرة الموزة شغالة. بس مسودة شوي، قال لي قلت له اتركها هي من البركة، لأنه كان احنا رايحين معنا جماعة من أهل الله بالباخرة. يا الله 400 سنة شباب. وال 1500 سنة الباقيات رحت وين عشتوا؟ كم بقى شو 1000 عايشهم بالدنيا، وين عايشهم؟ بالأمر كان عند الله عايشهم، هون عايشهم، وين عايشهم؟ بلاد اليابان.